إحنا فعلا محتاجين معونة الروح القدس. لا نستطيع، لا نستطيع بقوتنا الخاصة، صعب، مستحيل. إحنا بنقول كلام كده بس عندك جد بنسى أنا محتاج، أنا واقع في عرضك يا رب. إذا كان الغفران ده يعني يدلق فالدهوني يعني مش قادر. أنا ما عرفتش أغفر أبدا بجد، وكنت أقول لربنا لو بيدلق ادلقه لي في قلبي، وده اللي عمله. وعشان كده أنا أؤكد من كل قلبي إن الغفران عطية من الصليب، وإحنا أطفال، عطية من الصليب ربنا. وإحنا أطفال فاكر إن أنا لقيت مجموعة، عارفين الدجاج أو الفراخ، لقيت كل الفراخ بتجرح في فرخة معينة، فأنا طفل صغير رحت واخد الفرخة دي حطيتها مع الكتاكيت الصغيرة، قلت دي محدش هيبقى يجرح. فوجئت أني الفرخة دي هي اللي بتجرح كل الكتاكيت. فأنا بس برجع لكلام أخونا، هو اللي بيجرح، اللي هو غالبا متجرح كبير، فده بيديني ترفق ورحمة لعليه.